الفكرة الخاصة برفع حالة الطوارئ في مستشفيات محافظة الإسماعيلية ومدينة الإسماعيلية إن دلت على شيء فتدل على أن هناك بالفعل أعداد موجودة، وبالتالي من المرشح أن تكون هناك إصابات أو لا قدر الله حتى وفيات. فبالتالي هذا الأمر طبعا ينسحب على مدى انتشار الحريق ومدى قوته والأماكن التي بدأ فيها، ما إذا كانت بالفعل هذه الأماكن من الأماكن المخصصة لمبيت مجندين أو غيرهم من الرتب الشرفية المختلفة التي تحكم طبيعة عملها التواجد في مثل هذا التوقيت